مش رأيي. هلا عم تشوفي فاضي انت عم تخيلي لما يكون مليان مع جو العيلة والعشقة، انت هون عم تكوي هيك والولاد قاطعين من هون ونحن انا سيردها هونيك وعم ركز هونيك وعم تنزل مش حبيبي. كيف يعني نأجل العرس؟ ما في حدا فات على مؤسسة هالزواج هيدي وما ندم. ليك هيدا الحالة اسمها جاموفوبيا، هي انه الشخص بخاف من الالتزام قبل العرس. يا ريت بقدر اتجوز ولا شفيق من غير ما اتجوزه. تتجوزوا يوم ايه يوم لا؟ زواج يوم ايه يوم لا، يعني حب يوم ايه يوم لا، استقرار يوم ايه يوم لا. عم تعرض عليك احلى فورميل بالعالم. بتقول شي جديد؟ شي نازل من الفضاء؟ يوم ايه حبيبي وحياتي ويوم لا، يعني عصفور طيار. بتعرف باللا شو ممكن يصير يعني؟ مليون لا. ظهر مع وحدة شلوخ. شفيق كيف تسمح لحالك تظهر مع بنت بعدك بتعرف عليها من كم نهار؟ مثل ما هو عم يلعبها. شو اليوم لا؟ يعني انا عزابة. طبيعي انت كمان. شو؟ مبسوطة؟ عم بعيش يوم لا كثير سبيسيال. انجوي. قلت لك انه يوم ايه يوم لا بده يخرب لنا بيتنا. روح! معقولة يعني انك تتجوز يوم ايه يوم لا؟ يقبرني. كل شيء عم بيصير من ورا الهنكرة. لو كانت هيدي الموضة دارجة ايامنا اكيد ما كنت تجوزتك يوم ايه يوم ايه. عبي صحان مشيها يوم ايه وخدي ثلاث ايام لا. انت قلت لك لا يعني لا. جسمي مليان فوسفور، صار لي جمعة عم باكل سمك، عم ضوي انا عم بمشي. حبيبي انا قاعدة طول بفكر فيك وبتحكيلي وبحكيك منك ما بزعل انا ولا بقبل حدا غيري. اشتقت لي انا وياك انا وياك، اذا زعلنا واذا فرحنا، اذا تعبنا واذا ارتحنا، دوام نعيش. يوم ايه يوم لا، شو هالاسم هيدا؟